الفوضى ربما هو العنوان الأدق في وصف تعامل الحكومة الإسرائيلية مع المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. أمريكا تشدد على أن المقترح هو إسرائيلي بالأساس، لكن نتنياهو الذي يخشى من انهيار حكومته يصف اليوم بأن ما قاله بايدن غير دقيق. ويقول نتنياهو أمام اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة إن إسرائيل تستطيع وقف القتال لمدة 42 يوماً من أجل إعادة الرهائن، لكن لا يمكنها أن توقف الحرب، مؤكداً أن الصفقة التي تحدث عنها بايدن لم تكن ذات صياغة صحيحة، واعتبر الاقتراح غير مكتمل لأن بعد ذلك ستأتي المرحلة التالية من التسوية. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى اللحظة لم يطلع وزراء حكومته على الاقتراح، وينفي أنه يتعرض لضغوط من الجناح اليميني في الحكومة، وهنا أعني سموتريتش وبن كفير. نحن نعمل بطرق لا حصر لها لإعادة المختطفين. أفكر بهم طوال الوقت من أجل عائلاتهم ومعاناتهم، ولهذا السبب قطعنا شوطا طويلا من أجل إعادتهم، ولكن في سياق هذا العمل حافظنا على أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس. نحن نصر على أن نكمل هذا وذاك، إنه جزء من الخطوط العريضة وهو ليس شيئاً أضيفه الآن لأنني تعرضت لضغوط من التحالف الحكومي، إنه شيء اتفقنا عليه بالإجماع في حكومة الحرب. لعل واحدة من المفارقات هو ما قاله سموتريتش الذي أبلغ نتنياهو اليوم أنه لو وافق على صفقة استسلام فسيعمل ضده وبالتالي ستنهار الحكومة، ووصف أن المقترح الذي قدمه بايدن خطير وسيعارضه بكل قوة. أما بن كفير أيضا فهاجم نتنياهو على إخفائه نشر المقترح أمام الحكومة، معتبرا أنه سيغادر الحكومة لو تم قبول المقترح.